احنا شفنا مشاهد قبل كده. انا كنت من سنة ونص او من سنتين اتشرفت بان انا اتكلمت مع شخصية قابلت رئيس الجمهورية، الست المحترمة اللي بتسوق الميكروباص، ست رحمده، ورئيس الجمهورية قابلها في الشارع في جولة من الجولات. المشهد ده في الحقيقة انه مشهد متكرر. بكرة الجمعة، ما اعرفش بكرة اذا كان هيبقى استمرار للجمعات السابقة اللي فاتت قبل كده ان احنا نلاقي السيد رئيس الجمهورية في موقع ما من المواقع ولا لا، ولكن ده اللي احنا بنشوفه على مدى الايام وبنشوفه في مشروعات مختلفة. الاحتكاك المرة دي اللي تم ما بين السيد رئيس الجمهورية وما بين سيدة فاضلة مواطنة ما كانش في الشارع، وما كانش في جولة بيقوم بيها رئيس الجمهورية في موقع من مواقع المشروعات المختلفة، ولكن الطرف اللي بدأ التعامل ده أو الاحتكاك ده كان من سيدة مصرية. وهنا عايز أقول لحضراتكم جزء مهم، أنها سيدة من أصل سوري، هي السيدة نجاة عقيل. هي في سن مش عايزة فيه حاجة من حد، ولكن بتشوف فيه الناس إنه تتوسم فيه الراجل ده قبول، ود، ثقة، سموها زي ما تسموها، لكن في نهاية الأمر هي اللي خدت المبادرة بمحاولة التواصل مع السيد رئيس الجمهورية بطريقة معينة تخصها. هتشوفوا ازاي. علاقة المحبة والاحترام المتبادل هي العهد والميثاق الذي يربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري. علاقة جسدتها رسالة سيدة مصرية في الثمانين من العمر، عبرت فيها عن رغبتها الأخيرة في الحياة أن تهدي لوحة من آيات القرآن الكريم هي كل إرثها من والدها إلى ابنها رئيس الجمهورية الذي تقبلها على الفور وبادلها حبا بحب. أشكر الرئيس من كل قلبي والله، ربنا يخليه لنا يطول لنا بعمره ويعمل أحسن حاجة للبلد. كل عمله ده أكتر وأكتر حيعمل أنا عارف لأولادنا كلها، وأحب أسمع صوته بس وأشكره شخصيا بنفسي. حاجة خيال، مش ممكن حد يعمل اللي عملته، حتى أحفادي مش مصدقين. لازم إحنا كلنا نساهم في نساعد البلد، نساعد البلد، نساعد المستشفيات، نساعد الناس. الشعب لازم تفهم الكلام ده كله، أصل مش ممكن إيد واحدة ما تسقفش يا جماعة. وبالرغم من كل الأعباء التي يتحملها الرئيس، إلا أنه حرص على أن يعبر عن امتنانه وتقديره للسيدة نجاة، مؤكداً على قوى روابط المحبة والاحترام بينه وبين الشعب المصري العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقديري واحترامي واعتزازي الشديد لك أمي العزيزة الغالية السيدة الفاضلة نجاة محمد عقيل، وامتناني لك على هذه اللوحة الرائعة ابنك عبد الفتاح سعيد السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.